سميتك الحاج الكل بيجي مصطفى. سي مصطفى. إذن تحية طيبة للمتتبعين قناة شوف تي في من خلال المباشر. احنا مع يعني الأب ديالنا السي مصطفى، وأنا في الحديث معاه قبل ما نطلقوا هذا اللايف، يعني الدموع غالبة على الوجه ديالو، لأنه كان تيدير كان واحد محسن قبل ما يخرج يعني للديار الفرنسية، يعني كان تيتعاون معاه باش يدير واحد جوج ديال الحصص هنا في مصحة خاصة من مدينة مراكش. السي مصطفى تيكم تتشاهدوا متتبعي ديال قناة شوف تي في، يعني عايش بوحده وحيد، يعني وليداته كل واحد فين مشى يعني في واحد البيت بوحده. هو الان يعني ما تيصومش، لانه يعني كما تعرفوا الناس ديال الدياليز خصهم الحصص ديال انهم يبدلوا الدم، يعني كل مره خصو حصه، يعني جوج الحصص هيك السي مصطفى كنت تدير في الاسبوع، جوج حصص في السيمانه. اذا كان تيدير السي مصطفى جوج ديال الحصص في السيمانه، واليوم يعني توقف هذاك المحسن بعد ما مشى يعني للديار الفرنسيه، كان خلص ليه واحد الحصص. والان السي مصطفى الان تيقعد مع واحد السيد تيبيع هنا يعني الاواني وداك الشيء، تيتعاون معاه، عايش معاه في هذه الحاله ديال الطوارئ الان اللي تتعيشها بلادنا، وتدوز معاه الوقيته. السي مصطفى يعني الله يحسن العوان، وحنا معاه الان من خلال هذا المباشر، يعني الدموع غلبت عليه لانه ما بقى لا حنين لا رحيم، عايش بوحده في واحد البيت كاره. هي السي مصطفى هاي، شوف السي مصطفى انت، شوف ان شاء الله يكون الخير بينك انت، راه بحال بوانا، وان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. الناس راه تشاهدوك من خلال هذا المباشر، يعني حاول توجه النداء، وراه ما كاينين الخير ان شاء الله السي مصطفى، فهمتيني؟ هذه صوب الله، يعني دروك دروك السي مصطفى انا نعطيك هذا الكيت، ها هما عافاك ديرهم في ودنك باش دوي مع الناس تشوفهم. يعني بينك تحكي لنا السي مصطفى، قبل ما انه هذاك المحسن يوقف معاك، يعني فين كنت تدير الدياليز قبل؟ انا كنت ندير الدياليز في هذيك المصحة اللي في ترقة، الدكتور برادة ومصطفى حبيب الله، وهم مالين هذاك المركز ديال التصفية للدم. المهم انا كنت نخدم عساس، زعما تنكافح على راسي، ماشي زعما تنطلب الله سبحانه وتعالى، وتنخدم بالليل، ديما تنخدم بالليل، تحت مع الربعة الصباح. منين تحت مع الربعة الصباح بقيت طايح تما تال ستة الصباح، ديزي الناس للجامع، ولا واحد السيد هو اللي شافني بدا تيدق على دوك الناس وداك الشيء، داوني سيفيل ما داروا معايا والو، عاود داوني محمد السادس بقيت فيه حتى ستة العشية ما داروا معايا والو. ولا واحد السيد قال لي خرج فيه حالات، قلت له مازال خرجت، داني عند واحد الدكتور في كيليز، دوز ليا قال لي راه الكلاوي عندك ما بقاش يصفي، والملح والدم مش هالك، بقات عندي سبعة في الدم. المهم داني داك السيد داني على دوك الناس المركز ديال التصفية، قال لي خصك دير عملية، أنا ما عنديش باش ندير عملية، ولا لك سيد تاني دير عملية. الدكتور الحواتي في نرجس الله يجزيه بخير، تا هو تعاملو معايا 50,000 ريال خلصوا عليا فيها. مشيت عند المركز ديال التصفية، برونشو ليا في خدي، حاجة كون قيح ليا في خدي، ولا تيهزوني هكا ربعة الناس تيهزوني. المهم تكرفست واحد الشهرين تنتحرك ما والو، الحمد لله دابا شوية بعد وليت تنتحرك وتنمشي وداكشي، ولاو تيصفيو ليا من يدي، زرقو ليا يدي تاني. المهم هداك السيد اللي كان تيقوم معايا تيخلص عليا جوج حصات في السيمانة، 96,000 ريال في الشهر كان تيخلص عليه، سافر مشيت عند هداك مول المركز ديال التصفية، قال لي راه هداك السيد راه وقف، أنا نريح. ولا واحد كيفاش دوز أيامك مع هاد الحالة الطوارئ ورمضان؟
دوز حياتي الوهيب، نطلب الله وتنبتي على الله سبحانه وتعالى في الليل وفي النهار، واللي معايا سبحانه. كلشي اللي سول السي مصطفى على وليداتك، فينا ما وليداتك السي مصطفى؟ وليداتك كاين هناك في الوارزك، تيجي تيشوفوك تيطلع عليك بحال شتهم راه غلب الله نديرك هادي عرفتي الكرة. لا لا الله، وانا كنت اللي كنت نصرف عليهم وداك الشيء قاعد دابا من شهر 12 لدروك انا جالس ما خدام ما رد. هاد مول ما اللي شتي حدا اللي شتيني حدا هو اللي تيتعامل معايا تعطيني البركه و صافي. والناس سميتو يعني دوكا باش تطلب السي مصطفى عندو واش بيتي الحصص انا كترجع ديال الحصص ديالك؟ الله يرحم ليهم الوالدين ويجزيهم بخير، الله يرحم ليهم الوالدين. انا واقف من نهار 6 مارس ما باقيش دوزت شي حصه، نهار 6 مارس وقف هذاك السيد وانا نقف. وكيفاش دوز نهار كتصوم؟ واش انت تصوم دابا؟ ما يمكنش تصوم على لا ما تنصومش. حيت مشيت عند الطبيب ديال الكلاوي خرج لي الدواء ومشي قال لي غادي نمشي عند مولات القلب، حتى هي لقات عندي القلب منفوخ وداك الشيء، وبقيت تسني واحد 700 درهم ودروك ما عطاتني كاع التقرير، ما عنديش باش نخلصها، خليت لها التقرير وجيت في حالتي. يلا داك التخطيط دوزت خلصت عليا واحد السيده كانت نيت طيبه دوز تما سمعتني تنهضر قلت لها ما عنديش داك الشيء، خلصت عليا 5000 ريال داك التخطيط، وخرجت لي شي فانيت ديال الطانسيو واحد الفانيت ديال القلب، وهداك مول الكلاوي تا هو خرج لي داك الفانيت ديال الكلاوي تنشرب في الصباح وتنشرب في الليل. المهم شويه بعدا كنت تنضرب واحد 100 متر وتنوقف تنسخف. دابا ملي كنشرب داك الفانيد الحمد لله وليت بعدا تنتمشى ماشي مشكل، ما تنمشي وتنعالج ليا وتنتحرك وداك الشيء، ونطلب الله من المحسنين الله يجزيهم بخير يتعاملوا معنا ويتعاونوا معنا، الله يعاونهم فهاد الشهر الغفران وهاد الرحمه يوم ولا ترحمهم ويستر عليهم ان شاء الله يكون خير. السي مصطفى عافاك ايمان ديك ليزيكوتور باش نصح الناس، الله يرحم الوالدين. باش نسمح ليا شكرا لك. اذا باش نصح المتتبعين ديال قناه شوف تي في، السي انوار تقول بانه من يعني من بدايه المرض هو تيدير الدياليز في البريفي. باش نوضح للمتتبعين يعني كان واحد السيد هنايا واحد المحسن كان تيتعاون مع السي مصطفى، يعني كان تيخلص عليه الحصص ديال الدياليز، كان تيخلص هو عليه الحصص ديال الدياليز تمشى للديار. يعني شحال تقريبا من حصه خلص عليك السي مصطفى داك السيد؟ شهرين اللي خلص عليه، يعني شهرين 90 ريال في الشهر. يعني شهرين كان تيخلص عليه يعني داك السيد في البريفي. وقبل فين كنت تدير السي مصطفى الدياليز؟ عندهم نيت حتى هذا عندهم. وشكون اللي كان تيخلص عليك السي مصطفى؟ هو نيت راه هو اللي تكلف، هو ديما كان تيتكلف بك. وعلاش ما بقاش يصيفط لك دروكا؟ الله اعلم. اذا كما سمعتوا متتبعين ديال قناه شوف تي في، يعني كان واحد المحسن دائما هو اللي كان تيتكلف ليه في الكلينيك بريفي، وقاس معايا ودار لي التحليل. شحال تقريبا هو كان تيخلص عليك؟ شحال من عام؟ شي تقريبا شي 3 شهور هو قال لي مزيان في الدواء. نعم يعني هذاك السيد يعني كان واقف معاه الوقيته فاش السفر رجع ديال فرنسيا، يعني واحد السيد كان هنا في المغرب، يعني كان تيتكلف ليه لا بالدواء لا بالمصاريف ديال الدياليز. النهار اللي سافر هذاك السيد لفرنسا يعني تقطع، ما عرفش شنو السبب السي مصطفى، ما عرفش شنو السبب تاع انه قطع عليه هذاك يعني هذيك المساعده. ودروك هو الان السي مصطفى يعني وليدات تيقول بانه كان تيخدم بالعساس بالليل. شحال تقريبا انت دير الدياليز السي مصطفى؟ شحال من مره؟ شحال من عام وانت فيك هذا المرض ديال الدياليز؟ من شهر 12. السي انوار تيقول بانه من شهر 12 والسي مصطفى تيدير الدياليز. دروك حنا في شهر يعني المرض تا مؤخرا عاد بان فيك المرض ديال ياك؟ نعم يعني مؤخرا بان فيه المرض، يعني من شهر 12 هو تيدير الدياليز كما سبق وذكرت. وواحد السيد تكلف ليه كان هو خدام عزاز، كان تيعاون وليداته يعني كل شيء، كل واحد شد يعني الطريق وكان تيتعاون معاهم، قال خدم عزاز وديك البركه تنهار يطيحوا المرض. اذا على العموم هو السي مصطفى فقط يطلب انه الناس يعني بهذ الدموع، يعني الاب بحال الاب ديالنا الله يحسن العوان، راجل كبير دروك هو الان تيقعد مع السيد تيبيع يعني المواعن تيتعاون معاه بهذيك البركه، ولكن هو وقف الحصص ديال الدريز وقفوهم الان.
وقفهم ما بقاش مستمر في الحصص ديال الدياليز. هو تيطلب انه ان شاء الله المحسنين ومتتبعي ديال قناه شوف تي من خلال المباشر انه يتعاونوا مع السي مصطفى في هذا الظرف ديال حاله الطوارئ ورمضان انه يتعاونوا معاه باش يكمل. تدوز جوج حصص ديال السي مصطفى جمعه وثلاث يعني تدوز هو جوج ديال الحصص ديال الدياليز. اذا تيطلب المحسنين والمحسنات يعني والناس ديال المتتبعين ديال قناه شوف تي في الله يجزيهم بخير انه شي واحد اللي يشوف من حال السي مصطفى اللي داير بحلويات ديالنا الله يطول في عمره ويخلي لي صحيحته انه يتعاونوا معاه ويمدوا ليه يد العون باش انه يتشافى من هذا المرض. اذا على العموم شكرا لكم متتبعي قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر السي مصطفى يعني هذا هي النداء ديالو باش انه المحسنين يتعاونوا معاه. هو الان شدد البيت بشحال كان السي مصطفى هذا البيت هذا 600 درهم يعني الشهر الناس اللي تيتعاونوا معاه كما تتشاهدوا متتبعي قناه شوف تي في يعني هذا هو البيت اللي عايش فيه السي مصطفى ويعني تيتعاونوا مع الناس في الزمان. السي مصطفى يقينك بالله الله يجازيك بخير السي مصطفى يكون خير ان شاء الله. راه انت في المباشر الان مع قناه شوف تي في وان شاء الله غادي يكون خير ومحسن غادي تدخلوا وراه خلينا الرقم ديالك للمساعده ان شاء الله يكون خير ويكون فيها ان شاء الله هذا اللايف هذا يكون بادره خير بالنسبه للناس باش انهم يتعاونوا معك. اذا على العموم اذا على العموم لا سي مصطفى الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير. شوف خلي يقينك في الله كبير خلي يقينك في الله كبير وان شاء الله يكون خير. راه المتتبعين ديال قناه شوف تي في راه تيشوفوا هذا المباشر هذا وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله سي مصطفى. على العموم تحياتي لكم متتبعين ديال قناه شوف تي في يعني الرقم اللي بيتساعد مع السي مصطفى راه الرقم ديالو في هذا المباشر هذا. شكرا لكم على المتابعه وتحياتي لكم من خلال هذا المباشر.